يقول حفظكم الله: بناء على جواز تعلم أمور الجاهلية، هل يجوز تعلم جواز على جواز تعلم أمور الجاهلية؟ جواز، وجوب تعلم أمور الجاهلية من أجل أن تحذرها وتجتنبها. نعم. يقول حفظكم الله: بناء على جواز تعلم أمور الجاهلية، هل يجوز تعلم الإنجيل للرد على أهل الكتاب والإزالة الشبهة عن بعض المسلمين؟ أولا قلنا ما هو بجواز، وجوب تعلم أمور الجاهلية. أما الإنجيل يكفي القرآن، القرآن نسخ الإنجيل وخلاص، ونسخ التوراة، فلا حاجة لنا إلى الإنجيل ولا إلى التوراة، حاجتنا إلى القرآن، هو كتابنا وهو كتاب العالم الآن، كتاب اليهود والنصارى هو القرآن الذي يجب عليهم العمل به. أما التوراة والإنجيل انتهى العمل بهما، فلا يجوز تداولهما ولا ترويجهما. نعم.